رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية السكن لكل المصريين وحدات الإسكان المتوسط. مصر تضاعف الجهود لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وترفع الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65%. وموسكو تتهم الغرب بالسعي للتسبب بتخلف مصطنع عن سداد مستحقاتها وتقول إنها قد تضطر لسداد الديون بالروبل. مشاهدينا اهلا بكم في نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من النيل ولا التفاصيل، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة لتلبية مطالب المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على الوحدات السكنية. وخلال اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية السكن لكل المصريين ووحدات الإسكان المتوسط، شدد رئيس الوزراء على أهمية ما تحدثه هذه المشروعات من انتعاشة اقتصادية وتوفير لفرص العمل، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات وجودة التنفيذ. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف. تتمثل هذه المسارات في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب توفير وتنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد، بجانب تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية. وأشارت بيانات المركز إلى نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021، حيث بلغت من القمح 65% والزيوت نسبة اكتفاء ب 30% والأرز نسبة اكتفاء ب 100% والمعكرونة بنسبة اكتفاء 100% والسكر ب 87%. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الحكومة على تمكين المرأة اقتصاديا لتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. وخلال مشاركتها في احتفال البورصة بيوم المرأة العالمي، أشارت جامع إلى أن المرأة تشغل 75% من المشروعات متناهية الصغر التي تحصل على دعم مالي وفني من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. في سياق منفصل، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في كلمتها أمام الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج الجسور للتجارة العربية والأفريقية، أكدت على أهمية برنامج جسور في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري على المستويين الإقليمي والقاري. ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن التعاون نتج عنه محفظة تمويلية بقيمة 14 مليار دولار، مشيرة إلى دوره في إلهام في دعم مشروعات المرأة ودعم المصدرين المتضررين من وباء كورونا.
الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة جسور التجارة العربية الإفريقية ينعقد بالقاهرة بمشاركة الدول الأعضاء التسعة بالبرنامج، حيث أشارت رئيسة مجلس حوكمة البرنامج ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر الدكتورة هالة سعيد إلى أن هذا التعاون أسفر عن محفظة تمويلية بلغت قرابة 14 مليار دولار. هذا البرنامج المميز والمهم يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدرين الحاليين، وخلق جيل من المصدرين الجدد لا سيما في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، وتطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا. كوفيد-19 غير أنماط العالم، ما زلنا متأخرين في سواء في العالم العربي بصفة عامة وفي أفريقيا بصفة خاصة في الديجيتال بلاتفورم كلها. كيف نسخر التقنية اليوم سواء في المعلومات، سواء في التجارة، سواء في كل المجالات. وسعى هذا البرنامج خلال الأعوام السابقة إلى إزالة العوائق أمام الصادرات العربية والإفريقية، خاصة في ظل ما تضمه القارة الإفريقية من سوق ضخم يصل إلى نحو 1.3 مليار نسمة، وهو ما يمثل 17% من سكان العالم. كما إننا نصبو إلى مزيد من التعاون في عدد من المجالات، منها تحسين قدرات المؤسسات المسؤولة عن تنمية الصادرات، زيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، تعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية، مع صقل مهارات الشباب والمرأة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية. هذه المبادرة جاءت في وقتها حيث يواجه العالم الكثير من التحديات والتطورات الجيوسياسية، وهو الأمر الذي يدفعنا لتعزيز روابطنا. أفريقيا تساهم فقط بنحو 3% من حجم الصادرات العالمية. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين دول البرنامج في ظل بدء سريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عام 2021. إذن وبرنامج يعزز من العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والإفريقية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا على دول المنطقة، بالإضافة إلى الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للدول الإفريقية. أشرف مبارك، النيل. أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أكد مواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفعالية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة تزامنا مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة. بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برامج التمويل للعام الجاري في إطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية لعام 2018. أكد الملا أن الوزارة تخصص الجزء الأكبر من التمويل الذي تقدمه المؤسسة للهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المستمر مع المؤسسة منذ عدة سنوات يمثل نموذجا ناجحا في مجال التمويل بشروط ميسرة. أكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة ياسمين فؤاد أن مصر في سباق مع الزمن للمضي قدما في خارطة الطريق لمؤتمر المناخ كوب 27 وخطة عمله التنفيذية وفق جدول زمني واضح، حيث يتم تنفيذ مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المتواصلة والدورية مع كافة الأطراف المعنية. ولفتت الوزيرة خلال لقائها مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبونوزا إلى أن مصر ترى رئاستها لمؤتمر المناخ القادم بمنظور مختلف، ليس فقط على مستوى المخرجات المتوقعة، ولكن أيضا الدفعة التي سيحققها للعمل المناخي في مصر.
أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم ذوي الهمم وتمكينهم من مواجهة التحديات وتوفير أفضل سبل الرعاية من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم ودعم كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية. جاء ذلك عقب حضور وزير التنمية المحلية لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى الجمعيات الخيرية لتوفير الدعم اللازم لرفع الضرر وتخفيف الآثار السلبية التي تقع على الأسر المتضررة والحالات الطارئة بالمحافظات لتمكينهم اقتصاديا. دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي يصل حجم أعمالها السنوي إلى 10 ملايين جنيه، دعوهم جميعا للإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2021. أكد الجهاز أنه سيتم وبشكل استثنائي لهذا العام قبول مصلحة الضرائب للإقرارات الضريبية من المشروعات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنحهم الفرصة للتمتع بالمعاملات الضريبية المبسطة والتي وردت بقانون تنمية المشروعات وفق حجم أعمالهم السنوي. إلى البورصة المصرية والتي انخفضت مؤشراتها بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر الرئيس للسوق المصرية اي جي اكس 3 بنسبة 1.2%، هبط مؤشر اي جي اكس 7 بنسبة 0.2%. حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وتداولت البنوك في مصر أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، بينما تراجع اليورو 16 قرشا مسجلا 17.38 جنيه واستقر في الشراء عند 17.5% من الجنيه. قالت وزارة المالية الروسية أنها وافقت على إجراء مؤقت لسداد الديون بالعملة الأجنبية، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن المدفوعات ستتم بالروبل إذا منعت العقوبات البنوك من الوفاء بديونها بعملة الإصدار. وأضافت الوزارة أن روسيا لديها أموال كافية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، لكنها انتقدت العقوبات الغربية التي تجمد حسابات الحكومة والبنك المركزي بالعملات الأجنبية. كان وزير المالية الروسي أنتون سولونوف قد صرح أن احتياطي رأس المال الروسي كاف لضمان التشغيل السلس حتى لتلك البنوك التي تغطيها عقوبات الغرب، وكشف أن نصف كمية الذهب واحتياطيات النقد الأجنبية الخاصة بالمركزي الروسي قد تم تجميدها بسبب عقوبات الغرب. من جهتها قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية. وأضافت جورجيفا أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى كان لها بالفعل تأثير شديد على الاقتصاد الروسي وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام، كما سيكون لها أيضا آثار غير مباشرة كبيرة على الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية. هذا ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا والتي أججت الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية. أزمة قوية يواجهها الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافى بعد من أزمة وباء كوفيد-19 بسبب الحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية، واللذان بددا الآمال التي برزت في مطلع العام. الوضع الراهن دفع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للتأكيد بأن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت منذ أكثر من أسبوعين ترفع بشكل كبير المخاطر الاقتصادية، وخفض المركزي الأوروبي 0.5 نقطة مئوية توقعاته لنمو عام 2022 في منطقة اليورو ليصبح 3.7%.
كذلك خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها ب0.7 نقطة إلى 3.4% بسبب الانخفاض المرتقب للناتج المحلي الإجمالي الروسي وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن الخطر الأكبر الذي يخشاه خبراء الاقتصاد هو حدوث ركود تضخمي، وهو ظاهرة تحدث عندما يترافق النمو الضعيف مع معدل تضخم مرتفع. رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قدر بأن كل ارتفاع بقيمة 10 دولارات لسعر برميل النفط يتسبب بتراجع النمو في الولايات المتحدة بنحو 0.1 نقطة وبزيادة معدل التضخم ب0.2 نقطة والذي بلغ 7.9% في فبراير. فبالإضافة إلى النفط والغاز ترتفع أسعار العديد من العناصر الاقتصادية الأخرى على غرار الألومنيوم والنيكل والقمح والذرة، ما ترك أثارا سلبية على معظم القطاعات من صناعة البلاستيك البترولي إلى صناعة البطاريات الكهربائية التي تحتاج إلى النيكل، مرورا بصناعة الطائرات التي تعتمد على الألومنيوم. أسواق النفط العالمية تراجعت الأسعار مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الار بي مزيج برنت 3.4% ووصلت إلى 108.86 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 5.1% ووصلت إلى 103.8 دولار للبرميل. إذن انتهت مشاهدينا نشرتنا الاقتصادية المفصلة، ولم يبقى سوى التذكير بأهم العناوين. رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية السكن لكل المصريين ووحدات الإسكان المتوسط. ومصر تضاعف الجهود لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وترفع الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65%. وموسكو تتهم الغرب بالسعي للتسبب بتخلف مصطنع عن سداد مستحقاتها وتقول إنها قد تضطر لسداد الديون بالربع. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة، ابقوا دائما أصحاء وابقوا دائما معنا النيل الأقرب إليك. تحياتي.